ورجعناكم يا جماعه. انا قطعت شويه بصل هكمله اهو، كمان واحده اهي. انا يا جماعه وانا بقطع لقيت ان النسبه عادي جدا، طبعا كانسان مفيش حد معصوم من خطا، لقيت نسبه البصل الاحمر بتاعي يعني شويه، فانا قلت ايه هكتر منه برضو، او اعمل نص حتى على الاقل نص واحده عشان تبقى المقادير كلها يعني متناسبه. طبعا يا جماعه المقادير بالظبط، طبعا لو زرتوا الموقع بتاعنا هنحطين لكم المقادير بالظبط. انا طبعا عشان يعني انا اللي حاطط المقادير فسهل بالنسبه لي ان انا اعمل الحاجه من غير ما ابص لها، فانا هعمل كده وهاخد بس نص بصله من دي كده وهقطع دي، اشيل الحته اللي هي بتمسك البصله بتضايقني، وهبدا اني انا اقطع البصل بتاعي اعمل كده. محدش يعمل زي يا جماعه الحركه دي عشان ما يتعورش، انا بس ايه عشان اخلص شغلي وبعدين هفرفض كده، افرفضهم خالص وهسيب اتنين تلاتة كده ايه، بعدين نبقى نشوفهم هنحطهم ازاي على الطبق. وهاخد حتة طبعا طفل هياكل ما يتحطش ده، بس ايه الطبق محتاج شوية شطة صغيرين، وانا بحب برضو الشطة اهو، هقطعهم دول صغيرين كده خلاص. انا كده عملت الخلطة اللي انا عايزها، هبدأ اعمل الكونديمنت بتاعها او يعني التحييقة بتاعتها. انا هحط شوية زيت عليهم، شوية ملح خل صغيرين مش كتير طبعا لان الماء انت احنا عارفين، وهنحط شوية ريحان، شوية ريحان كده عشان يدي نكهة حلوة ويدي طعم. انا بفرفته كده اطلعه، انا عايزه فوليا كده يعني اوراق. اكلة خفيفة طبعا وسهلة. انا خلاص شايف ان السمك بتاعي خلاص بدأ في السوى اللي انا عايزه او خد اللون اللي انا عايزه. هجيب الطبق بتاعي وهبدأ ان انا اطفي ناري خلاص، انا مش محتاجها تاني. لقيت يا جماعه ان ايه ان الصوص بتاعي كده، هحط سنه بسيطه كده بس، وهبدا ان انا احرك لان هي لسه الطاسه لسه سخنه يعني في سوى لسه. انا هحرك واعمل كده وهبدا اني انا اشيل السمك بتاعي واحطه في الطبق. ادي سمكه اهي كده اهو، و الف كده احطها كده واحط السمكه الثانيه كده اهو، وهبدا اني انا انزل الصوص بتاعي اهو، اعمل كده شويه وابدا اني انا احط الصوص بتاعي اهو على السمك، لان طبعا ده في الاخر هيتاكل بحته عيش. الطبق بتاع السمك بتاعي خلص يا جماعه، و يعني هحط له شويه او هنقول ايه نحط احسن الحاجه اللي احنا استعملناها فيه. انا هحط عرف كده بتاع البقدونس، وهعمل طماطمايه احطها جنبه كده.
ده الطبق بتاعي بتاع اللي هو المفروض اللي هو البروتين يعني سمك الفيليه بالقربة، القربة اللي هي مجموعة الأعشاب اللي احنا بنحطها ومعها العسل النحل. أبدأ أفكر بقى في طبق السلطة بتاعي. أنا حطيت المكونات بتاعتي، أبدأ أخلط المكونات بتاعتي أهي عشان يعني ملجمة يعني إيه، أخلطهم كويس عشان يتداخلوا مع بعض. ألف كويس الحاجة بتاعتي. أنا كده بس أنا شايف إني محتاج شوية زيت بسيط، أحطهم شوية زيت بساط كمان أهو. وهلف تاني شوية أهو. طبعا يا جماعه الصوص اللي بيتحط على الحاجات دي ده فيه 100 نوع، مش 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 يعني بس هو زيت وخل وملح وفلفل، لا ده فيه 100 نوع، في كذا حاجه. يعني انت ممكن تعملي فيه حاجه اسمها انا نسميها ما اعرفش بالمصري هنا، ولكن هي اسمها لامونيايا. يعني ايه اللامونيايا دي؟ بتجيبي زيت زيتون، تحطي تلت الازازه زيت زيتون او تلت لا تلتين الازازه زيت زيتون، وتعصري عليها مثلا اربع خمس ليمونات، عصير ليمون عصير ليمون، والملح بتاعك والفلفل جوه الازازه، وترجي تحطيها يا جماعه، حطوها على اي حاجه تدي طعم، حطوها على سمك من ده مشوي من فوق، تحطوها على سلطه، تحطوها على لحوم، تحطوها يعني في انواع كتير. طبعا مع الوقت بس اهم حاجه ان احنا نرج الازازه قبل ما نصب، عشان بعد لما بنسيب بيفصلوا مع بعض. احنا دلوقتي هنبدا نحط طبق السلطه بتاعنا بالمكونات اللي احنا حطيناها اهي. انا هعمل كده اهو، كده في واضح ان في كل المكونات اللي انا حطيتها باينه في الطبق اهو، الريحان والبصل انا شايف كل المكونات اللي انا حطيتها. اخد شويه البصل الاخضر دول كده احطهم على الوش اهو، محتاجهم لانه طبعا هيدي طعم حلو. خلاص انا خلصت الطبق بتاعي، انضفه كويس. وابدا ان انا احط، هنزل دي كده، انا هحط على الوش كده. قالوا يعني لازم نزوق الطبق، والله يا جماعه اعرف ازوق وكل حاجه، بس انا مش الناس اللي علموني علموني ان الاكل البساطه بتاعته شكل البساطه بتاعته احسن. يعني ادي الطبق السلطه بتاعي. ممكن بقى سهل قوي احط له اي تشكيل تاني معاه، طالما انتوا بقى عايزين ان احنا نشكل الطبق نشكل الطبق. هروح انا ماسك الطماطمايه بتاعتي اهي، وهبدا ان انا احطها ما بين ده بقى ممكن بقى يتحط عليه الحاجات ديت، يترش عليها اي حاجه. هوريكم ممكن يتحط رش عليها برضو، هيزيد الطبق شكل. احنا ناقصينا واحد اتنين تلاتة اربعة، انا محتاج اربع قطع كمان اهو.
وادي قطعة تانية اهي، وادي اخر قطعة. السكينة مش عارفة ليه مش عايزة تقطع اهي كده. انا وهحط شوية يعني هرشرش كده شوية زعتر، طبعا الزعتر ده بيخش في أي حاجة. أنا كده يا جماعة وصلنا ليه؟ إن أخرجنا الطبقين بتوعنا وانتهت الأطباق بتاعتي. هحط ده كده وهحط ده كده. وصلنا كمان يا جماعة النهاردة لآخر حلقتنا، عملنا فيها نذكر بعض بالاطباق اللي احنا عملناها. اي نوع من انواع الاسماك اللي هي الفليه يكون عالي شويه عشان يتحمل فيه، لان في انواع رفيعه يتحمل النار العاليه بتاعتي. بحط الروزميري اللي هو ده عشان تبقوا عارفين شكله اللي مش عارفه ده، والنعناع والبقدونس والزعتر بعملهم الاول، والثوم طبعا بعملهم الاول زي يعني اقطعهم حتت صغيره قوي وبحطهم مع زيت وحته زبده ياخدوا ويدوا مع بعض عشان ينزلوا الطعم بتاعهم، يدوا للزيت الطعم بتاعهم. بعد كده بنزل انا قطعتين السمك بتوعي بحطهم وبقلبهم على الوشين يعني من دقيقتين لثلاثه. طبعا عارفين ان سمك الفيليه سمك ابيض او لحم ابيض، يعني احنا قلنا ان اللحم ابيض سيا في الفراخ او في الاسماك او في اللحوم بياخد سوى اسرع، فطبعا بيتهيألي في السمك بيبقى اسرع قوي قوي، بياخد 3 دقائق الوش دوت 3 دقائق النشي دوت، وبنبدا بيبقى خلاص الوشين خدوا طعم الحاجات اللي انا حطيتها. وطبعا بنحط العسل وبعد كده بنحط شويه شوربه عشان السوى بتاعنا يكمل. الشوربه ليه؟ عشان العسل يفك معاها ويمشي مع الصوص. العدس سلقناه عملنا المكونات بتاعته، طماطم وبصل وبصل اخضر وبصل احمر، الابيض لا لانه جديد طعمه قوي لازم بقى نحطه في ميه ومخل وكلام من ده، ملح وفلفل والطماطم الشيري، شويه خل بسيط، شويه زيت زيتون، ملح وفلفل بتاعي. بكده يا جماعه احنا خلصنا الحلقه النهارده، وانا اسف جدا كنت اتمنى اقعد معاكم اكتر من كده، ولكن ان شاء الله في حلقات قادمه هنتقابل وهنعمل اطباق تانيه جديده. وسعدت بيكم وسعدت بمشاهدتكم، شكرا ليكم وبون ابيتيتو.